الجنون غاقة وجن تجر ونفعهم وكل دعاء عنهم نظر. ابن مالك لم يقل ان المضاف يجر المضاف اليه وهو يجره، لكن نص على اكثر من مره قال والزموا عباده لجن لجن ملازمه للظن وتجر لفظا، وانك لتلقى القران من لجن حكيم عليم لفظا وتجر محلا محلا الى وظيفه الى جمله او الى مبني، لان الجمل اعرابها محلي والمبني اعرابه محلي. قال قد بلغت من لدن عذراء، قد بلغت جرت محلا لان المتكلم يقال بعرب اعرابه محلي، وكذلك قال صريح غوان شاقهن وشقنه لدن شبه حتى شاب سيد الوائدي لدن شبه. الجمل اعرابها محلي لدن مضاف لدن شبه شبه لبعض يقال محلي. قال وتذكر نعماه لدن انت يافع، انت يافع مبتدا وخبر ومحل جمل جر بإضافة لدن على صور، هي البدن لا تفارق الإضافة وتجر لفظا ومحل فرها. وسمع بعض العرس نصب بها غدوة، قال فما زال مهري ونزل الكلب من نموه لدن غدوة حتى تلزم غدوة لدن غدوة انتصبت غدوة. قالوا غدوة خبر كان حذفت مع اسمها، والترجيم لدن كان للساعة غدوة. قال بعضهم نصبت تمييزا، قال بعضهم نصبت تشبيها مع ابن الغرود، لان لدن تشبه اسم الفاعل، احيانا يقال لدن ويقال لدن، واسم الفاعل احيانا يقال ضارب واحيانا يقال ضارب، فنقول منصوب على التشبيه المفعول. انا اقول والزموا اضافه لدن بجر ونصب غدوه بها عن مدر، ويكثر العرب من يقول لدن غدوه على الاصل، فيجر ما بعدها معمولا لها على انها اضيفت اليه. مع فيها قليل ذلك ما يلازم الإضافة تبطي إضافته مع تفاف كثيرا، ومع تلتبس على بعض كلها بعض كلها يعتبر أنها حرف والحقيقة أنها اسم الورد، من أضيفة اسم زمان فهو الزمان أو اسم مكان فهو مكان. تقول جاء زيد مع الصباح مع ورد مكان، جاء زيد مع عمله مع ورد مكان، ومع فيها قليلة ما الله يقول مع، وما ليس هذا يقول مع، يقول جلس فيه مع خالد مع محمود فإن لقيها ساكن لقى ساكنا بالعرب فيها طريقتان، إما أن يذكروها لأن العقل في التخلص من الساكنين بالتقاء الساكنين انكسروا، أو يفتحوها لأن الفتحة أخف الحركات. تقول يا زيد مع الصباح أو مع الصباح، أنا أقول ومع مع فيها قليل ونقل والأول تسر بسكون وقف الوضع. قال أحيانا مع غريبة مع إذا أفردت آل إسلامها وغريبت حالا، تقول جاء زيد وعمر مع هذه الإسلام وأب وأخ، إذا أضيفت آل إسلامها وإذا أفردت لا تعود إلا، تقول جاء أبو الواقف وتقول جاء أبو زيد وأخو عمر، ومع إذا أضيفت تقل إسلامها تقول جاء زيد مع عمر، وإذا أضيفت تقول جاء زيد وعمر مع هذه الإسلام. وبعض الأسماء لا تعود إلا الله لا في الإضافة ولا في غيرها، نحو يد زيد يد يد اللام ساقطة منها، ويد يد اللام ساقطة منها، وزيمة أولمبية تقول هذه زيد وهذه يد زيد لا تعود إلا الله لا في الإضافة ولا في الإفراد. وبقية الأسماء الأصل القسمة رباعية، نعم قسم تسقط لامها عند الإضافة وتعود عند الإفراد، أبوه تعود لامها عند الإضافة وتسقط عند الإفراد، يد لا تعود إلى ذي شيء، وبقية الأسماء كذلك. فهم بلاء غير أن العدل كما له وفي الكمال لما عدنا، أو اسم يدل على مخالفة ما بعد هذه لحقيقة ما قبلها، تقول زيد غير عامل وتقع خبرا، زيد غير عامل وتقع
الخارج بدا زيد غير مختلفا وتقع نعشا جاء رجل غير زيد ويمو في الامام لا يتعرف الا صدقتها لا قبضت منه عشرة إلى وقتها ليس قبضت منه عشرة ليس غيرها لك أن تعرف غيرها منصوب على أنها خبر ليس والتقدير ليس المقبوض غيرها ولك أن تقول ليس غيرها أي المقبوضة فغيره اسمها والخبر حيفة ولك أن تحمل ما أضيفت إليه وتبين على الضم فتقول قبضت منه عشرة ليس غيره غيره مبني على الضم في موضع رفع طبعا ليس هو مبني على الضم في موضع نفسه مبني على الضم في موضع رفع اسم ليس هو مبني على الضم في محل نفسه طبعا ليس انا قلت واضمن بناء غير من عاجل كما له في كما هو يجب معه بناء عنه اي انه يتبع المبادئ لا يخضعه رحمه الله قبل وغيره قبل مبنى بعد حسن وهذه لها اربع حالات قبل وحسن قبل وبعد وامام وخير الاربع حالات اذا اضفتها لفظا فهي معربه نصب على الورديه او جبل منه تقول لا زين عمرو قبله او من قبله وان قطعتها الى باب ولا يلتزم شيئا فهي معربه ملونه تقول جاء زين عمرو قبله او من قبله وإن قطعت ألفاه ونويت اللغة فهي معربة لكن لا تنول لأنك نويت لغة المضاف إليه والمضاف لا ينول تقول جاءته وعمره قبل ذلك أو من قبل إن قبل ذلك قال ومن قبل نادى كنت مولا قرابة وما عطفت مولى العلي عواطف الحالة الرابعة الأخيرة وثلاثة أربعة إذا قطعت ألفاه ونويت المعنى ويقول بعض الذين جاء أمر من قبل ومن بعد يقول الخطيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعده بعده ظرف نبي على الضم في موضع نصر قطعت الإضافة لويت المعنى نبقى القطعين أن تقطع الإضافة وتلي المعنى لتبنية وتقطع الإضافة وتبنية وتلي اللغة فرق بينهما أنك إذا قطعت عن الإضافة ونويت اللغة أنت تقصد كلمة بعلمها ومن قبل من قبل ذلك إذا قدر المخاطب كلمة غيرها تقلوها وإذا قطعت عن الإضافة ونويت المعنى فأنت لا تقيد بين لهم لا من قبل وإن بعد من قبل غلبة الروم من قبل الجنة الروس من قبل غلبة الروم في الأرض وهم من بعد غلبهم في الأرض وهم من بعد غلبهم في أغلب ولا في المسلمين لا يرى من قبل وإن بعد لن يتقيد عن الإضافة قطعت عن الإضافة ونوي المعنى لا يتقيد لهم بعينهم لأن المعنى لا يتوقع عليهم قبل كان وبعد حسبه أقحب حسبه رحمه الله تعالى بينهم قالوا حسبه استخدموا استخدام الصفات فتقعوا حالا من معرفة وتقعوا نحتج نفسها تقول مررت بغلام حسبك أي كافيك جاءك نحتج نفسها وتقول مررت بزيد حسبك من حديث وإذا سبقتها وهي جنب على النفي جنب على النفي يتجد لها إشرافها مع النفي يتجد لها إشرافها مع النفي تسمع على الضم تقول قبضت منه عشرة حسبي حسبي مبتدع إلى الضم في محل رفع أو قبضت منه عشرة حسبي حسبي إلى الضم في محل رفع خبر وتقول تخلف المنافقون حسبه يبني على الضم في محل نصب حال فالحق ادخل هذا احيانا تكون اسمك تستخدم استخدام الاسماء فتتلقى العوامل اللغويه فان حسبك الله وقعت مبتدا اسمنا حسبه جهنم وقعت مبتدا هي حسبه تكون استخدم استخدام الصفات اذا لا كاذب فتقع هناك من الكلام وحالة من هذا وتستخدم استخدام الاسماء واحيانا يتجد لها اشراف مهان عن النبي تدخل على الضم اذا حد يرفع خبر اذا حد يرفع المبتدا على ان تزاد فيها الباء والاصلاح له او اذا حل رفع الحال او اذا حل رفع او نصب الجر على ما نحصل وادخل بمال كل مفصلات ولكن نصب عليه قال قبلك وبعد حسب اول كذلك سنع الكلام الجديان الاول وزول كذلك دون تقول جاء زول وعمر دون
الأول وادعوا لك وادعوا الجهاد أيضا وعدوا قالوا إلا أضيفك إلا أضيفك إلى معرفة ولك على الضم وأقبلت على كريم من عدو عدو يعني مضاف إلى معرفة إن عدوها لأنت قول ابن القيس حطه السيل من علي حجر جاء من أول جبل لا يدري نفع فالذكاء اللي هو هذا مجهول فيجب لا نكرة طريقة عن هذه الطريقة فهي أضفتها إلى معرفة من إنكار الصدر وهي أضفتها إلى نكرة فهي معرفة لا أعرف ولا أصبح لي ياما نكرا قبل وما ينتاج لقد وقت هذه هي نكرت نكرت فيها الباب أين الفضل يقال نكرت يقال يجدك هل كنت تعادل فيها الباب هي نكرا قبل وما ينتاج لقد وقت قبل وما ينكرا إذن فساغ لي الشراب وكنت قبل أتاج وأصل ماء الفرات ربما اسقط المضاف يعطوا على طول المضافين نحو وصل القرية قال وصل غير القرية ورد اسقطوا المضافين ربما اسقطوا المضافين قال تزور اعينهم كل يخشى عليه من الموت كدوران اعين اللي يخشى عليه من الموت اسقط المضافين قال رقبت وقفت من ابي الرسول من ابي حازم الرسول ويبقى خلفه بالمعنى قال يسبيل من ورد الجليس عليه بردا يصفق بالرحيق السلسل بردا يصفق التبديل ماء بردا بردا لا يقال يصفق وقال يصفق مولد لكن يسقط المضاف فوق معناه وقال يصفق قال مرت بلا جنسية قولة والنسك من أوزانها ناجحة أي ورائحة يسقط المضاف لا يقال عنها أنا قل وما يلي المضاف قال دعا عميد العربي يا محيدة من أن وقل عربه نصر القرية كانت تبيه الله عليه نصر أول قرية وقال كانت مجموعة لكن عندما حدث محل المضاف قد عربه فانظر قد يقول لي أن خوف ما أبدانا قبل حيث ما تقدم وما ربما جاب لي أبقوا وهو المضاف إليه كما قد كان قبل حيث ما تقدم لكن بشرط أن يكون محوي وما زيد ما عليه كالمضاف كل امرئ تحسبين امرأة ونار توقد حدث المضاف وهو كل نار وأبطال هذا المضاف إليه كما هو لكن الشرط أن المضاف المحذوف يماثل ما عطف عليه وهو قول كل امرئ كل امرئ تحسبين امرأة ونار نار وأحيانا لا يشترك لا يقع هذا قال يريد على الدنيا والله يريد الآخرة فهذه ثواب الآخرة في نقل على هما في دين يريد على الدنيا الثاني ليش عرف الآخرة ثواب الآخرة قرأ بعضهم الآخرة الشاب أن بعضهم قرأ بعضهم قرأ يريد على الدنيا والله يريد الآخرة أي ثواب الآخرة بقي المضاف إليه مجرور مع أن المضاف المحذوف لا يبادر المضاف السابق ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله وذلك يحذف المضاف إليه فيبقى الأول وهو المضاف كحاله إذا كان مضنا أو مجموعا على حده لا تعود إليه المنى وإذا كان مفردا لا يلون تقول هذا كتاب وقلم زيد هذا كتاب وقلم زيد هذا كتاب زيد وقلم زيد يحذف الثاني وهو المضاف إليه فيبقى الأول كحاله لا يلون ولا يلون إلا به يتصل كما لو كان مدير الكرم بشرط العطف والإضافة إلى مدير فهذا هو أصح الأول قال قال يا من رأى عارضا يصر به بين الذراعين وجفة الأسد بين الذراعين بين الذراعي الأسد وجفة الأسد ماذا قد بين الذراعين لم يعد النور بين لا ولد المضاف إليه كان عقلي أن الله ورحلة الثاني فيبقى الأول تعالي إلى به الأخر بشرط عطفه وإضافته إلى مدينة وإلى هو تفكر الأخر فالضم باقي شبه
المضاف إليه نجر لهما واحد تبتل من الواحدة لا يفصل بنا بأجنبي ويفصل بنا هنا بمعنى المضاف بشكل أن يقوى المضاف شبه جعلي أي مصدر أو استثار يفصل بنا بمعنى المضاف قال لسقناهم من سوق البوادة لا جادري سوق البوادة أخيا سوق البوادة لا جادري البوادة الجبل تقوم قوي والبوادة الضعف لسقناهم من سوق الأجادي البوادة وصل بها المضاف وهو سوق مش من الجاد لأنه وصل للبوادة معمول الله وصل بها المضاف قال ولا تحسبن الله مخلف وعده رسوله نصر الله مخلف رسوله وعده مخلف السلطان قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجتال يكون لي صاحبي وصل بين المضاف والمضاف اليه بورق بالجانب بورق قالوا ترك يوما نفسك وهواها سائل هذا ترك يوما نفسك وهواها قال وكذلك زجنا لكثير من المشركين قتلوا اولادهم شركائهم قتلوا اولادهم بقتل وفصيلة بها المدام والتقدير الله عليه قتلوا شركائهم اولادهم كان شركائهم الاوزان في اولادهم انا اقول فصل مضاد اجل فصل مضاد شبيه بالفعل ان يفصلهم على صبره حال كونه مبذولا او ضربهم هذا اللي يعرف مصري كذلك اليمين تأكيد لا تأسيس تقول هذا غلام والله يزيده المصري والدلالة هو اللي جاب يجلده قال إضافة كعبي والدلالة هو اللي جاب يجلده النبي أي ليس معمولا للمضاد ليس معمولا للمضاد هو اللي جاب يجلده يكون فاعلا يكون فاعل نحو أنجب أيام والداه به ابن جلاله أنجب أيام ابن جلاله أيام والداه أيام ضافة إلى إيه أيام ابن جلاله حصل بين الله بفاعل والفاعل ليس معمولا به لأيام أو مفعول تسقي انتياحا لدى المسواك ريقتها لدى ريقتها المسواك وصل بين المضاف وبين النبي مفعول وليس هو معمول المضاف قال كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب او يزيد بكف يوما يهودي يوم الظرف وهذا ليس معمول بكف كف جامد دائما من قريب الله جاء بأجنبي فاعلا او مفعول الظرف لدي او بنعتي قال نجيت وقد بدل المرادي سيفه فيه ابن ابي شيخ الاباطح طالبي يصل من ابن ابي طالب شيخ الاباطح ابي مضاف الى طالب وفصيل بن هذا نعتي ابي هو شيخ الاباطح ابو طالب كان شيخ الاباطح ولئن حلفت على يمين لا احد بل بيميني اصدق من يمينك مقسم التقدير بيمين مقسم اصدق من يمينك اصدق لان نزول بفتحه من هنا الصف أنا قل وكان لدي جيبه أو بنعتي أو نداء قال وفاق كعب وجيري موقن ذكري تأجيري تهريكتي والخد في سقايا وفاق كعب وفاق وجيري يا كعب وجير أسلم قبل أخيه كعب وكاف أدار النبي صلى الله عليه وسلم جمعه وجاء وإنشد قصير في معروف قال كأن بلونا أبا عصامي زيدي نارا مقرب الرجال أصلها كان نبي الله زيدي يا أبا عصام مصر بين المضاد والمضاد بين الداء هذا كل على هذا الأصل يقول يبقى إيجاد أجنبي أو بلغ من كهذا أقول ما شد وما فشى وما تفسير ما شد